هي ثوان فقط صنعت الفارق بين المشهدين. تزاوج فيها فن التوات بالقرقاب بقلب الباهية وهران، ترحيباً بضيوفها في العرس المتوسطي. تواجدين هنا باش نحيوا هذا العرس المتوسطي هذا اللي ولاية وهران، هذا العرس هذا اللي رحبوا كاع بالأجناس وكاع بالدول. عندنا مرحبا بكم، ورانا ننظموا في هذه الحفلات وهذه السهرات من اجل انجاح الالعاب البحر الابيض المتوسط، وان شاء الله بربي الضياف كاع اللي جاوا مرحبا بهم، كاع اللي جا الوهران مرحبا به. صافي بليزير هذه الدوره هذه، ومرحبا كاع بالضيوف تاعنا اللي جاونا، والحمد لله وهران راهي باهيه وكاع وهرنا وصفه عامه كاع، ومرحبا كاع راهم يرحبوا بهذا الضياف. هذا الإرث الغزير بأسراره والفريد بإيقاعه امتدت جذوره من عمق الجنوب الغربي الجزائري وعم أرجاء الجمهورية ليسافر بين ضفتي المتوسط بحكم القرب الجغرافي ليسجل علامة فارقة. تراث شعبي بسيط في أدائه، عميق في معالمه ومضامينه، يعكس الإرث الفني والفكري للجزائر، فلا تقام الأفراح والمناسبات بدونه. هو نافذة الفنون الشعبية، جمع عبق الماضي وألق الحاضر لما له من بعد تاريخي ونفسي عند الجزائريين، بعدما أخذ طريقه مباشرة إلى قلوب كل من وقعت عينه على فرق التوات وسمعت أذنه إيقاع الآلات، فالتهمته بطون الكتب وصفحات الجرائد لبلد ثقافته تجاوزت حدود قارات المعمورة. هنا مضامين التراث الجزائرية كونها تعكس روحية الفولكلور الشعبية وقيمة الإرث الفني والفكري للحضارات المتعاقبة بالجزائر. أمين عمران، قناة الجزائر الدولية.